الفكرة طبعا التونسيون المقيمون في المملكة المتحدة توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة والتي أقيمت خارج تونس، وأشار مراقبون إلى أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة في المملكة المتحدة، وأوضحوا أن لا خروقات جرى تسجيلها في هذه الانتخابات وأن العملية جرت بكل سهولة ودون معوقات. انتخابات حاسمة توجه لها التونسيون في المملكة المتحدة لحسم خيارهم لرئيس البلاد، وعلى الرغم من قلة عددهم وتوزعهم في المدن البريطانية، إلا أنهم جاءوا مقتنصين هذه الفرصة لاستكمال مسيرة التغيير التي بدأها الشعب لتكون تجربة ديمقراطية ناجحة للانتقال السلمي للسلطة في المنطقة. وما نأمله من الانتخابات أن نعبر إلى شاطئ الأمان إن شاء الله، إن شاء الله تفرز يعني الرجل اللي نأمل أنه يقود المرحلة القادمة وجمع التونسيين الكل، ونبتعد عن المشاكل اللي يعيشها المنطقة الكل تقريبا. ويقول مراقبون إن نسبة المشاركة ضعيفة في بريطانيا نسبة إلى بلدان أوروبية أخرى، والتي بلغت بحسب الهيئة العليا للانتخابات 13%، بينما بلغت نسبة التصويت في بلدان أوروبية أخرى 17%. وبحسب مصادر رسمية فإن عدد التونسيين المسجلين في بريطانيا هو 3107 تونسيين. لم ألاحظ خروقات في مكتب لندن، كل شيء قاعد ساير على ما ينبغي، على ما يرام، مطابق طبقا للقانون وللإجراءات. ويبدو أن المرأة التونسية المقيمة في المملكة المتحدة قد حرصت على ممارسة دورها من أجل مستقبل أكثر استقرارا. صحيح نعتقد للانتخابات المرأة جي تنتخب مهم برشا، هذاك علاش جبت بنتي باش نربيها على هذا الحميدة هذيا نتاع الانتخابات. كما قلت حق وحق مكتسب، نحب نحافظ عليه، يلزمنا نربيه عليه الأجيال القادمة، والحق هذا إن شاء الله وبحول الله باش يضمن لي أنا شخصيا مستقبل باهي، والبنتي إن شاء الله مستقبل أحسن. صناديق الاقتراع التي ستغلق في تمام الساعة 6 بتوقيت غرينتش في السفارة التونسية المركز الرئيسي لاقتراع التونسيين في بريطانيا تحمل معها هموم التونسيين وتطلعاتهم، وتتجه عيونهم بترقب لانتخابات تنطلق اليوم في الداخل لمعرفة من سيقود بلادهم في فترة رئاسية مقبلة تحمل في طياتها تحديات جمة. خياران لا ثالث لهما، هذا ما يصبو إليه التونسيون في بريطانيا في هذه الانتخابات، على أمل أن تحقق لهم استقرارا أمنيا وانتعاشا اقتصاديا وسط منطقة متوترة. جينا لعمو، الغد العربي، لندن. أهلا بكم من جديد، وننتقل إلى تونس مرة أخرى، ومعنا السيد كمال التوجاني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية. سيد كمال، هل هناك معطيات جديدة من الممكن أن نأخذها من جنابك بعد إغلاق صناديق الاقتراع؟ تفضل. آخر المعطيات تخص نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، أي دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية. هذه النسبة وصلت في الداخل إلى حد 59%، هي نسبة تنقص باعتبار النسبة المسجلة خلال الدورة الأولى تقريبا 4 نقاط أقل من النسبة المسجلة في الدورة الأولى، ولكن بشكل عام حسب المعايير الدولية هي نسبة محترمة. بالنسبة للخارج النسب تجاوزت 30%، على أن آخر مكتب ما زالت بعض المكاتب مفتوحة إلى الآن بالخارج، وآخر مكتب يغلق إن شاء الله في الساعة 2 من صباح يوم الاثنين، أي بعد تقريبا 6 ساعات من الآن. وسوف نحاول بعد تجميع النتائج التي هي الآن بصدد التجميع في الداخل في كامل البلاد التونسية الإعلان عن النتائج الأولية غدا يوم الاثنين مساء. رسميا هل يحق لأحد الناخبين أن يعتمد على مؤشرات لجان المراقبة في مراكز الاقتراع التابعة لحملة الانتخابية وأن يعطي موقفا متكاملا؟
من المفروض أن ذلك غير جائز قانونا، وكنا نبهنا قبل يوم أمس على المترشحين على عدم الإعلان عن أي نتائج إلا بعد ما أعلن اللجنة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج. مبدئيا لم يلتزم بهذا الواجب، رأينا حتى أن القانون يمنع نتائج سبر الآراء، ولكن بعض التلفزات تعمدت الإعلان عن نتائج سبر الآراء، بالرغم ذلك أن ذلك يمنحه القانون، بل أكثر من ذلك يجرمه وعرضة للتتبع الجزائي، وممكن أن يكون من سبب في العقاب ويتمثل في عقوبة مالية. لم يلتزم الإعلام بذلك، لم يلتزم المترشحان بذلك. هذه المسألة بصراحة كانت مقلقة نوعا ما. سيتجاني لربما نعم سيتجاني، هل يدان المرشح فيما إذا كان أحد معاونيه هو الذي تحدث بذلك وليس هو، وليس متحدث رسمي مسجل لدى هيئة الانتخابات بأنه سيكون متحدثا هو الذي تحدث؟ على كل حال التصريحات كانت من طرف القائمين على حملتي الانتخابية لكل من المترشحين، وبالتالي هما مسؤولان عن مثل هذه التصريحات. هو التزام أخلاقي بدرجة أولى. كنا نتمنى أن لن يقع الإعلان على أي نتائج، خاصة أن المسألة غير واضحة وغير ثابتة إلى حد الآن. للإعلان فقط أن هذه الإعلانات كانت لها بعض ردات الفعل السلبية، خاصة في بعض مدن الجنوب التونسي، علمنا أنها جدت بعض أحداث الشغب، وهو ما لم نكن نتمناه. طيب متى تعتقد ستأتي النتائج الأولية، ستعلن النتائج الأولية بشكل رسمي؟ غدا ممكن؟ غدا يوم الاثنين إن شاء الله مساء سوف نعلن على النتائج الأولية، وهي النتائج الرسمية بطبيعة الحال. ثم إثر ذلك يقع فتح باب الطعون في هذه النتائج لكل من يعني له الطعن في هذه النتائج من المترشحين. بالطبع له أجل قانوني 48 ساعة للطعن في هذه القانون. إذا ما وقع الطعن بطبيعة الحال ننتظر مآل بت القضاء فيها، ثم يقع الإعلان عن النتائج النهائية. الطعون تستغرق على حد أقصى 23 يوم من يوم الإعلان عن النتائج. أسألك سؤال فقط، يعني سؤال قانوني لو تفضلت، لو سمحت سيد كمال توجاني. بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، هل من حق الحملتين أن يعلن نتائج المراقبين لديهما؟ على كل حال هي القانون يمنع الإعلان على نتائج إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالنسبة للدورة الرئاسية، الانتخابات الرئاسية الثانية. غلق آخر مكتب اقتراع هو الساعة الثانية من صباح يوم الاثنين، أي بعد قرابة 5 أو 6 ساعات. بعد ذلك نخرج من فترة الصمت، ويمكن أن كان أن يصرح بما يشاء. نعم سيد كمال توجاني، أرجوك ابقى معنا. أعود لك سيد دكتور عمري، يعني يبدو أن العاطفة الجياشة والجو قد يوصف بالجو المشحون في بعض المناطق يبدو في تونس، أدى إلى نتائج سلبية على مستوى قانون الانتخابات وعلى مستوى الإعلان الرسمي مجتمعيا. يبدو أصبحت هنالك فرقة، ولكن هناك من يرى بأن تونس وصلت إلى الخطوة الأخيرة ولم تبقى إلا البناء ومراقبة الذين يشرفون على البناء. إذن هي عتبة خير هذه الانتخابات بغض النظر عن ما يشكل على المرشحين. أولا يجب أن ننظر المسألة ربما في إطار 3 سنوات الماضية. مر الشعب التونسي بفترة تسمى الفترة الانتقالية، ولكنها فترة كل شيء فيها كان مؤقت، فكانت فترة مفتوحة على جميع الاحتمالات وغياب أو نقص للدولة وإلى آخره. فهذه الفترة خلقت نوع من الارتباك النفسي لدى جميع التونسيين وبعض الانسداد الأفق، ربما تفسر حتى مسألة الانتحار اللي تحدث عنها زميل. لأن هذه الفترة خلقت
انتظارات كبرى للمرور إلى الفترة غير المؤقتة أو الفترة القارة. فالآن فالتسرع الذي يقع هو تسرع في جانب معين مفهوم، لأنه فيه تسرع كبير بالنسبة للتونسيين للمرور إلى فترة قارة. لكن أريد فقط هذه الملاحظة، أن التونسيون سيمرون من فترة هياكل انتقالية أو وقتية فيها في بعض الأحيان تنافر، من جملته تنافر أو تصادم عادي هو مرتبط بالانتخابات، نعم، إلى فترة لا يعرفونها ولم يجربونها من قبل، وهي فترة النظام البرلماني المختلط. وهذا سيخلق ربما نوع من عدم الاستقرار الجديد، ولكنه استقرار في إطار يأتي بعد فترة انتقالية، يأتي بعد ثورة إلى آخره، فلننتظر. لكن هناك هذه الرأي. سيد عادل، أسألك أولوية الرئيس لمن ستكون، للغذاء أم للأمن؟ الاثنين معا، لأنه لا يمكن الغذاء بدون أمن. أنت تعلم بأنه الأولوية المطلقة الآن لأي رئيس، سواء كان الباجي قيد السبسي أو كان السيد المصمم مرزوقي، لابد أن تكون أولا إعادة الأمن والاستقرار إلى تونس. هنالك مخاوف حقيقية، هنالك تهديدات حقيقية، حدودنا مع الجزائر غير آمنة، حدودنا مع ليبيا غير آمنة. هل يحتاج التونسيون إلى قرارات حاسمة فيما يخص التشدد الإسلامي في الشعبي في بعض المناطق؟ لا أعتقد ذلك، أن التونسيين وسطيون، التونسيون وسطيون، والإرهاب غريب عن البيئة التونسية على الإطلاق. التطرف الإسلامي غريب عن البيئة التونسية، وربما هو ليس مخيفا بدرجة كبيرة ولا تدعو إلى القلق الكبير. تونس بلد مذهب مالكي وسطي معتدل، الإسلام السياسي فيها لم يمارس العلم، حتى في أرقى أيام المواجهات التي حصلت بعيام النظام السابق والإسلاميين لم يمارسوا العنف. الذي يجري الآن هو نحن أمام مسار ثوري، مسار انتقالي ديمقراطي، هنالك هزات نكس تقع بعض الردات، تقع ربما هذه الانتخابات قد لا تشكل هي نهاية المطاف للثورة التونسية، قد تكون جزء من الحراك بالمسار الثوري، لكنها ليست نهاية المطاف. لكن أقول لك بكل تأكيد، نحن اليوم أمام محطة تاريخية في ليس فقط في المشهد السياسي التونسي، وإنما في المشهد العربي. وأنا أريد وأحيل وأذكر كل التونسيين بما في ذلك النخبة السياسية الحاكمة أيا كان المنتصر، بأننا اليوم لا نبني فقط ديمقراطية لتونس، وإنما نبني نموذجا للشعوب العربية كاملة. طيب، النموذج التونسي الوحيد هو الذي نجح. التحدي الأمني ليس هو التحدي الوحيد أيضا الذي التنمية وأهل سيدي بوزيد. وأتمنى النموذج الوحيد الذي صمد، نعم، الذي صمد إلى حد الآن. وأتمنى أن يستطيع المرشح الفائز إذا كان، نعم، أن يزور المحافظات الجنوبية حتى يهدئ الأمور ويمتص غضب الشارع. طيب، بتصريحات غير مسؤولة. أعود إلى تونس، إلى سيد كمال التوجاني.